فضحت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي وقنواته الإرهابية ومواقعه الإلكترونية. وأكشفت الوكالة الفرنسية أن الصورة التي زعم التنظيم الإرهابي وأبواقه الإعلامية أنها تظهر شاباً معارضاً أعدم بالرصاص في مصر هي في الحقيقة صورة منشورة منذ 5 سنوات تظهر شاباً أعدمه تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إهجين بدير الزور في شرق سوريا. يأتي ذلك في إطار استمرار الوكالات الأجنبية العالمية في فتح أكاذيب الإخوان وإعلامه. عبر الهاتف المزيد من المتابعة سيد سامح فايز الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. سيد سامح أرحب بك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحديث عن فتح جماعة الإخوان الإرهابية في كل ما تقوم من محاولات لتشويه الداخل المصري نعلمه منذ زمن طويل، وكان الرد المصري دائما عليها بالمرصاد، ولكن فكرة الخروج من الداخل المصري وأن تكون هناك مؤسسات دولية ترد على ما تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بترويجه بالتأكيد هي يعني أو بالتأكيد جماعة الإخوان الإرهابية تأخذ هذه الفكرة في الاعتبار، وهي ضربة قاسمة أيضا للجماعة سيد سامح. المؤكد هي ضربة قاسمة للجماعة، لكن الشغل على الميديا الدولية أو الإعلام الدولي جماعة الإخوان بتنتهج من أكثر من 50 أو 60 سنة مع تأسيس التنظيم الدولي للجماعة، وللأسف الشديد الأكاذيب دي أكبر حتى من فكرة ضرب شاب بالرصاص. يعني في هاشتاج على تويتر بتاع مجزرة الإعدامات ادعى جماعة الإخوان كاذبا أن تم إعدام معارضين سياسيين، دي وسائل إعلام الإخوان التابعة لقطر وتركيا، علما بأن نفس وسائل إعلام الإخوان نشرت في 2017 دراسة عن عمليات التنظيم اللي تم إعدامه بالأسماء وبالتواريخ. نفس الإعلام نشر ده في 2017، نفس الإعلام الإخواني بيناقض نفسه في 2020. المؤسسات الدولية مدركة لأكاذيب الجماعة، لكن للأسف الشديد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يؤسس المزيد من وسائل الإعلام في أوروبا في دول آسيا تروج أكاذيب عن الدولة المصرية تحت مسمى جمعيات حقوقية. صحيح. أو مؤسسات إعلامية كاذبة، وهي مؤسسات أصلا تتبع لجماعة الإخوان المسلمين، منها منظمة حقوقية استندت لها الجزيرة القطرية ادعت كذبا موضوع مجزرة الإعدامات. المنظمة الحقوقية دي رأسها شخص إخواني عامل باحث في مراكز دراسات قطرية لفترة من الفترات. نعم، الكل أصبح يعلم أن المنظمات الحقوقية تحديدا، أو دعني أقول بعض المنظمات الحقوقية تتبع لقطر وتركيا بشكل أو بآخر سيد سامح، ويعني هدفها الأول والأخير هو تشويه الصورة المصرية في الأساس. هل كانت تتوقع جماعة الإخوان الإرهابية أن يتم فتح أكاذيبهم من يعني العالم الدولي وتحديدا من فرنسا؟ هذه هي المرة الثانية لفرنسا تحديدا لكشف ما تقوم به جماعة الإخوان من فبركة للصور وفبركة للمظاهرات وفبركة للشائعات أيضا. جماعة الإخوان المسلمين لن تتوانى على الكذب وتزييف الحقائق وتزييف التاريخ منذ المؤسس الأول حسن البنا. صحيح. الكذب هو أحد أدوات الحرب لدى الجماعة، وتحلل عقيدة الجماعة استخدام الكذب في معاركها. يعني مؤخرا مذكرات مصطفى الحفناوي صاحب مشروع تأمين قناة السويس اتنشرت من حوالي سنة، كشف فيها حفناوي إن حسن البنا لما قال إنه في 500 جنيه تبرع من قناة السويس لتأسيس الجماعة مش موجودة، قناة السويس لم تتبرع لتأسيس الجماعة، من إذا تبرع بالمبلغ اللي أسس به حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين؟ كذبة روج لها الإخوان على مدار 80 سنة. نفس الكلام تمارسه جماعة الإخوان المسلمين حتى اليوم، مع كشف الأكاذيب دي لا يتوانوا عن تكرار أكاذيب أخرى. عملية يعني الفبركة كما تفضلت بالذكر هي يعني عهد من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، يعني هم دائما ما يتناولون هذه الفكرة، فكرة الفبركة والكذب للوصول إلى مبتغاهم، ولكن أيضا من جانب آخر فكرة الفشل المتكرر سيد سامح، يعني هناك فشل متكرر لما تقوم به جماعة الإخوان. الفشل المتكرر لما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين راجع للدولة قوية تواجدت بالفعل في الوقت الحالي. جميع أعداء الدولة المصرية كان عندهم توقع أو تخيل أن الدولة ممكن تقع ببعض الأكاذيب أو الفبركات في الخارج، لكن حصل العكس من دوت، وفشلت دعواتهم لزعزعة الاستقرار للمرة الثانية، وفشلت جميع أكاذيبهم لجماعة الإخوان المسلمين،
لكن استمرارهم نابع من قوى اجنبيه تحاول زعزعه الاستقرار في الداخل المصري واضعاف الداخل المصري، وهم فشلوا وسيفشلون في ذلك دائما. طيب سيد سامح، يعني سؤالي اليك في نفس الفكره، فكره الفشل المتكرر لجماعه الاخوان الارهابيه، السؤال هنا الا يجعلهم يعني يلجؤون الى طريقه جديده، يفكرون في التراجع او حتى يعني محاوله تغيير اولوياتهم فيما يريدون الوصول اليه، ام انهم افلسوا سيد سامح؟ كان هناك بعض المحاولات من ابراهيم منير القائم باعمال المرشد منذ ايام تقريبا في لقاء قناه الجزيره للايهام بعوده الجماعه الى السلميه وتخلي الجماعه على العنف، واعترف ابراهيم منير صراحه في اللقاء ان العنف الذي مورث بعد 2013 قام به بعض شباب الاخوان الغاضب وانهم ليس لهم علاقه بالجماعه الان. كان تكتيك بحسب استاذنا مختار نوح تكتيك من الجماعه للعوده مره اخرى والحصول على قبول شعبي، لكن الاعضاء التنظيم الخاص داخل الجماعه رفضوا. الجماعه الان جماعه جهاديه ارهابيه تمارس العنف على افكار سيد قطب، ولن تعود للسلميه مره اخرى. السلميه في عهد جماعه الاخوان المسلمين انتهت ولن تعود مره اخرى. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت معي عبر الهاتف زيد سامح فايز الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه، شكرا لك.